في المباراة امبارح. فرق كبير قوي بين مباراة زيمبابوي وهذه المباراة. هنا كان طبعا في اعتداء مباشر على لاعب، وطبعا كان في تمثيلية حصلت، وكانت شيء مختلف تماما. لا تذكر هذه المباراة، وتم اعادتها عشان الحكم كذا في تقريره انه ما يقدرش يلعب المباراة نتيجة الالتهاب الشديد، وانه في لعيبة تعور، وانه فيفا اخذت تقرير المراقب والحكم. كانت طبعا تقارير كلها فيك مش مظبوطة، وتدخل فيها عناصر تانية عشان تفيد المباراة بره. ودي مباراة مختلفة، هنا يعني شوية ليزر وشوية أزايز مية واحتكاك جماهيري، برضو الملعب مش آمن، الناس دخلوا الملعب، يعني في حصل اقتحام للملعب في نهاية المباراة. كل الأمور دي كلها لها عقوبات ولها لوائح، لكن أن تعاد المباراة يعني من المستحيل أن تعاد المباراة، لكن هناك تكون عقوبات قد تصل إلى حرمان الملعب من أنه يستضيف مباريات المنتخب السنغال مرة أخرى. يعني دي اقصى العقوبات اللي ممكن تحصل، انه الملعب في داكار لا يعني لا يستضيف اي مباريات قادمه بعدد معين مع غرامه ماليه. وانا حقيقه الكلام ده قلته امبارح في بعض المداخلات، لكن لقيت الصحف كلها بتكتب انه مباراه قد تعاد. لا يمكن مباراه تعاد وانتهت بتعريض والحكم خرج سليم واللاعبين خرجوا سلام، ومراقب المباراه طبعا لازم يكتب الحصل، ولازم كمان يوري يعني زجاج المياه الفارغه دي اللي هي طبعا كلها كانت بلاستيك، يعني من حسن الحظ ما فيش حاجه لعيب اتعور، لكن عشان تعاد هو صحيح ما فيش لعيب اتعور، يعني ما فيش اعتداء خلى لعيب يتعور، ولكن الليزر تاثيره قوي، يعني ده كمان اكيد ليه نتائج تانية لانه فعلا تاثيره قوي. احنا شفنا الصحف الاجنبيه النهارده بتكتب صلاح اتصاب بالعمى من الليزر، وصورته كانت موجودة في كل الصحف، فبرضو ده ليه تأثير كبير. طبعا أنا لا أنكر إنه الليزر ده عشان كده الليزر ليه عقوبة، وعقوبته قد تصل إلى الحرمان زي ما بقول حضرتك. الغرامة دي حاجة يعني ممكن توصل ل50,000 40,000 دولار عادي، يعني حصلت لنا في مصر هنا وفي ملاعبنا، لكن تأثيرها على الشناوي وتأثيرها على الاستاد ضربات الجزاء ومحمد صلاح بالذات يعني. لكن طبعا أنا بقول إنه طبعا العقوبات لن تصل الى ان تعاد المباراه، هي دي حاجه انا بس حبيت ابلغها اليوم السابع عشان